معانا الفنان المبدع الاستاذ محمد عرفة. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بيك، منورنا وكل سنه وانتم طيبين. عايزين اكلمنا عن شخصيه عصام النمر. عصام النمر شخصيه قريبه جدا لقلبي، وانا بحب الشخصيات اللي في المناطق الشعبيه وولاد البلد والحاره بشكل عام، بتبقى قريبه جدا لقلبي وانا بعملها، وعشان كده انا استمتعت قوي بعصام النمر. ازاي انت بالدور ده الصعب؟ لا انا قعدت حضرت شغلي كويس، وقعدت مع المخرج محمد سامي، واتفقنا هنعمل ايه، وحطينا خطوطنا، وعشان كده الشخصيه طلعت بشكل كويس للناس. طب في ناس بتقول لك ان ده بيبرر العنف، وان ده بيوصل يعني لحاله ان ده في مصر بيتوثق له، هل ده الكلام ده صحيح ولا غلط؟ انا مش شايف ان ده صحيح، لان احنا دي شريحه موجوده في المجتمع، واحنا عاملين العقاب لكل الشخصيات دي وقايلينها في المسلسل اكتر من مره، ان اللي بيعمل كده بيبقى نهايته يا القتل يا السجن، والدليل ان رفاع الدسوقي اتقتل وعصام النمر اتقتل، فالشخصيات دي ما حدش يقتضي بيها، لان دي شخصيات مسجلين خطر وصيع وبلطجيه، تجار مقاريط وعالم، يعني عالم بلطجيه زي ما بيقولوا، فما ما ما المفروض تسيب السلبيات وتمسك في الايجابيات. تمام يا فندم. طب بالنسبه عايزين حاجه حصري لاهلي مصر، اي حاجه كده منفرد بيها لاهلي مصر. مفيش، انتظروني بعد العيد ان شاء الله في السينما وفي المسرح بخطوات جيدة جدا تؤكد نجاح عصام النمر، ووعد ان انا مش هعمل حاجة اقل من عصام النمر تاني.